مولانا، هل هذا موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أم ولادته؟ لم يثبت أن النبي عليه السلام ولد في يوم معين بالسند، يعني بالسند الصحيح لم يثبت أن النبي مات ولد يوم كذا كذا، لم يثبت بالسند الصحيح. يعني مات كده بتحتفل كده، يعني ايه الأرض بتاع الاحتفال ده؟ يعني ما أدري، الفاطميون أدخلوا مصر أشياء موالد واحتفالات، الفاطميون أدخلوا شيئا كثيرا في الدين استحسانا منهم وإحداثا في الدين. سلام عليكم.